انا يعني انا بس عايز اقول ايه يعني عشان احدد المصطلحات، فشل ونجح. يعني اعلام النظام فشل ونجح، يعني فشل في صد ثورة 17 فبراير، فشل في صد ثورة 25، فشل في الثورة السورية، لكنه نجح في الثورات المضادة. هو نفس الاعلام نجح في مصر، نجح ساحق وعمل 30 ثانية 36 ببراعة، ولازم نعترف له بده. نعم. ولازم نقول ده عشان نحط نفسنا قدام الحقائق. طيب ليه بقى هنا فشل وهنا نجح؟ انا عشان درس دراما او درس يعني فن، يعني درست كلها عن الفن. نعم. يعني كنا نقول او كانوا اساتذتنا يعلمونا انه في الفن تحديدا هناك لحظة في الزمن بتستوجب البطل ده بمواصفاته. يعني خليني اتكلم عن السينما المصرية. نعم. في السينما المصرية كان البطل هو ابو عين زرقاء الحليوه بتاع حسين فهمي. فجاه الزمن اتغير والمزاج العام اتغير، فجاه احمد زكي المواطن اللي شبه الناس. اذا الشعب نفسه لديه لحظه في الزمن يقبل منك او يرفضك. يعني زي ما قال الدكتور حمزه، الشعب كان وصل لاحتقان، الجزيره ما عملتش حاجه، الجزيره نقلت الاحتقان ده، لكن الشعب المصري كان وصل لمرحله من الغليان، او الشعب الليبي او الشعب السوري. لا. فينفجر عندها كده. فاي اعلام هاوي زي ما قال استاذنا بس محمود عبد العزيز هيبقى نجم. طيب نفس الاعلام ده بقى فشل في انه يتكلم. يعني احنا عملنا في مصر حاجه اسمها 25 يناير، قناه 25 ومصر 25 وبتاع يعني شويه قنوات كده، لم تنجح امام الاعلام بقى المدرب المجهز باموال اماراتيه. ليه بقى؟ لان اللحظه دي كان تم تشويه ثوره يناير. نعم. عن طريق المشاكل الاقتصاديه كتيره جدا، فالناس كانت مستنيه ثوره مضاده على ثوره يناير.